ميادة، الو. الو، مساء الخير. مساء مساء النور يا ميادة، الخير. اتفضلي. لو سمحت، انا اختي حيت لي ان انا ومامتي وزوجي وهي كنا في محل ذهب واشتريت خاتمين اللي هو فيهم الفصوص الملونه دي، واحد لبسته في اليمين وواحد لبسته في الشمال. انا في الحقيقه متزوجه وعندي طفله واحده بس. تمام. في نفس اليوم حلمت لي تيتا اللي هي مامت مامتي، حلمت لي ان انا في سوبر ماركت وهي تيتا جت وبديها تفاحه حمراء. تمام. وحلم التاني تيتا برضو ان انا قاعده انا وهي ومامتي في جنينه وبديهم ملوخيه خضراء ولحمه مسلوقه. انت اللي كل مره بتدي كده؟ انا اللي كل مره بدي، مش فاكره الصراحه، انا او هم يعني مش فاكره دي بالتفصيل، بس اللي انا فاكراه ان انا اديت لها تفاحه حمراء وتقريبا انا اللي اديت لها الملوخيه واللحمه، مش فاكره قوي يعني الصراحه. تمام. طيب حاجه تاني، انت بتقولي عندك بنت؟ انا عندي بنت واحده. ده بنت واحده. شكل مين بقى يا مياده؟ نعم، شكل مين يا مياده؟ طالعه لمين يعني؟ البنت طالعه يعني هي واخده من احنا الاثنين، مني ومن بابا. مش مفيش حاجه لتيتا ولا حتى طبع او تصرف او طيب. صفه؟ هو انا شايفه ان في ذريه اللي انت اديتيهم دول، انا شايفه ان الذريه اللي جايه لك ان شاء الله رب العالمين مش ضروري يكون اتنين، طالما انت حلمتي بالخاتمين مش ضروري يا جماعه، بس هو ممكن يكون البنت اللي معاكي وممكن يكون في ذريه تانية بعدها، بس هتبقى الشكل مختلف، هتوصل التشبيه للي هم جدتها لمامتك. ان شاء الله رب العالمين. انا شايفه في ذريه، الرؤيه بتدل على كده. موضوع بقى الملوخيه والتفاح، الحاجات دي كلها يا جماعه بتبقى خير، خير كبير جدا جدا. انت نفسك هتعطيهم خير وهم هيعطوكي خير، فانا شايفه الموضوع داخل في ذريه وتشبيه بس مش اكتر، والله اعلى واعلم، هيبقى في شبه ان شاء الله. معايا